بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السعرات الحرارية في الطعام يمكن أن نقدرها في حين تخفي المشروبات بجميع أنواعها بداخلها كمية عالية من السعرات الحرارية يصعب حسابها، ما يجعل في هذه الوصفة شرب كوب من مغلى الخيار بديلا صحيا، لا سيما أن الخيار يعد من الخضار التي تحتوي على سعرات حرارية منخفضة، فضلا عن أنه وسيلة طبيعية لحرق الدهون، هو خزان من المعادن، وكذلك هو عبارة عن منظف طبيعي للبشرة. الخيار يحتوي، قلت، على سعرات حرارية منخفضة، يعتبر أيضا وسيلة طبيعية لحرق الدهون، ويفضل شربه كبديل طبيعي عن المشروبات بجميع أنواعها أثناء وجبة الطعام عند أخذ أي نوع من المشروبات المفضلة لديكم والتي تحتوي بداخلها على كميات عالية من السعرات الحرارية. أولا، طريقة عمل هذا المشروب: نأخذ حبة خيار كبيرة الحجم مثل هذه، تغسل جيدا، تقطع إلى شرائح دائرية الشكل مثل هذه، توضع في لتر ونصف من الماء ونتركها لتغلي على النار لمدة 10 دقائق. بعد الغليان نضعها في برطمان أو قارورة زجاجية مثل هذه، ونترك شرائح الخيار بداخلها، ونضيف ملعقة من عصير الليمون، ملعقة طعام كبيرة من عصير الليمون لهذا المشروب، ونتركه في الثلاجة حتى وقت الوجبة، ونأخذ كوب، قلت، في مكان المشروبات الأخرى خصوصا الغازية. فشرائح الخيار هنا لها دور رائع جدا في التنحيف، ويعد الخيار من الخضروات الغنية بالعناصر المعدنية مثل الحديد والبوتاسيوم وبعض الفيتامينات المهمة لأجسامنا، منها الفيتامين بي وسي والفيتامين كا. ولدى وضع الخيار في الماء وغليانه، تتوزع هذه المواد الغذائية الموجودة في الخيار في الماء، بمعنى أن هذه الفيتامينات تذوب في الماء، وكذلك فإن تأثير هذه المواد يزداد بزيادة شرائح الخيار في الماء. هذا المشروب يعد طبيعي، كذلك يكسب البشرة النعومة ويساهم في تنظيفها، وشرائح الخيار في هذه الوصفة يجعله صحيا للبشرة الداخلية والخارجية. فالخيار يحتوي على معدن السيليكون، وهو يساعد في الحصول على بشرة ناعمة وصحية وجسم رشيق. هذه الوصفة صالحة الاستخدام للمرضعات، وكذلك للحوامل، لمن يرغبون في التخفيف من وزنهم الزائد أثناء الحمل، وكذلك صالحة للرجال، وكذلك صالحة للأطفال الصغار من عمر 5 سنوات فما فوق، يمكنهم شرب هذا المشروب الصحي مكان المشروبات الغازية الغير صحية التي يتناولونها أثناء الوجبات. استمروا على هذه الوصفة حتى الحصول على الوزن المثالي. هذه الوصفة لها فوائد كثيرة تعطيها لأجسامنا، وهذه الوصفة بمكون هو الليمون. الليمون، سواء كان عندك الليمون الأخضر أو الليمون الأصفر، استخدمي أي نوع ليمون متوفر في البيت. المكون الثاني هو البقدونس، المعدنوس، أو يمكن استبداله بأوراق النعناع. هذه الوصفة تعمل على تحسين عملية الهضم. عصير الليمون يحتوي على نفس عصارة المعدة، وبالتالي يساعد على طرد السموم الموجودة في الجهاز الهضمي. تعمل كذلك على زيادة كفاءة الجهاز المناعي، فالليمون يحتوي على فيتامين سي الذي يقوم بتقوية الجهاز المناعي والتقليل من التعرض إلى نزوات البرد والإنفلونزا،
وكذلك يساعد عصير الليمون على زيادة كفاءة الجسم لامتصاص الحديد من الأطعمة التي نتناولها، وكذلك هو مفيد لصحة البشرة وتجديد شبابها، حيث يحتوي الليمون على مواد مضادة للأكسدة التي تمنع من تضرر الجذور المسؤولة عن أعراض الشيخوخة. وأيضا من فوائده الفيتامين سي الموجود في الليمون، يساعد على زيادة مرونة العضلات ويقلل من ظهور التجاعيد والخطوط على البشرة. كذلك بهذه الوصفة تعمل على تقليل من التهابات المفاصل، حيث يمتلك الليمون القدرة على التقليل من حمض اليوريك من المفاصل، وهذا الحامض هو المسؤول عن ظهور التهابات المفاصل وأيضا مرض النقرس. كذلك يعمل عمل رائع جدا على إنقاص الوزن لمن يرغب كذلك بإزالة الكرش فقط، يستمع للشرح، ولمن ترغب أو يرغب بإنزال الوزن من الجسم ككل يستمع كذلك للشرح وطريقة استخدام هذه الوصفة بالتفصيل. فالليمون هنا يساعد على تقليل الرغبة بالطعام، أي يقلل الرغبة بالجوع، يسد الشهية. هذا الأمر يساعد على تحسين التمثيل الغذائي ويقلل رغبة أي شخص بأكل وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية. كذلك الليمون هنا يعمل على تنظيف الجسم، فيقوم بوصفة اليوم الليمون لأننا سنقوم بعمله مع الماء بطرد جميع السموم من الجسم، ويعمل على تنظيف الخلايا والأنسجة، وكذلك يقوم بتحسين حركة الأمعاء، فهو بالتالي يقوم على تحسين طرد الفضلات والحفاظ على المسالك البولية من السموم. كذلك يعمل على تنشيط وظائف الدماغ، لأن الليمون هنا مع الماء يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومغنيسيوم، وهذه العناصر مفيدة جدا للمخ والأعصاب، وأيضا يقوم على محاربة البكتيريا والاكتئاب والتوتر والتي لها أثر سلبي على وظائف الدماغ. طريقة عمل هذه الوصفة، نأخذ الليمون، نقوم بعصر كميات معتبرة منه، نعصر الليمون، ليست الكمية ليست محددة، ونأخذ قلت إما أوراق النعناع أو البقدونس، المتوفر عندك في البيت يمكن استخدامه. هذه الوصفة سنقوم بعملها الآن بالبقدونس، وقد جهزت لكنا وصفة بالنعناع. نقوم برص أوراق البقدونس في قوالب الثلج، يمكنك استخدام قوالب السيليكون لسهولة الاستخدام بهذا الشكل. ثم نقوم بتوزيع عصير الليمون على قوالب الثلج ونضعها في المجمد لكي تتجمد. وبعدما تتجمد قوالب الثلج، عفوا، هاته قوالب الثلج بالنعناع، جهزتها بالنعناع. بالنسبة لمن يرغب أو ترغب بتنحيف فقط الكرش، نأخذ مكعب من هذه المكعبات، نضعها في كوب من الماء الدافئ، يجب أن يكون الماء دافئ، وصباحا على الريق قبل تناول وجبة الفطور بحوالي ربع ساعة، نقوم بشرب هذا الكوب والاسترخاء بعده لمدة ربع ساعة، وتكرر هذه الوصفة يوميا بنفس الطريقة، مكعب واحد بكوب واحد من الماء الدافئ على الريق قبل وجبة الفطور بربع ساعة، والاسترخاء بعدها لمدة ربع ساعة، تزيد قابلية تخفيف بروز الكرش وتنحيف الكرش.
بالنسبة لمن ترغب أو يرغب بتخفيف الوزن ككل، نقوم بعمل هذه الطريقة صباحا وقبل وجبة الغداء وقبل وجبة العشاء كذلك بربع ساعة. بمعناها من يرغب بتخفيف الوزن ككل، هذه الوصفة تستخدم 3 مرات في اليوم. لمن يرغب أو ترغب فقط في تنحيف الكرش، تستخدم هذه الوصفة فقط صباحا على الريق. هذه الوصفة آمنة الاستخدام للمرضعات، كذلك للحوامل، لمن يعانون من أوزان كبيرة أثناء الحمل يمكنهم استخدامها وبكل أمان، فقط عصير الليمون والماء الدافئ، وكذلك للأطفال الصغار يمكن استخدامها، وللرجال كذلك وبكل أمان. هذه الوصفة تحفظ في المجمد مثل ما هي هكذا مكعبات، وتستخدم بشكل يومي وقابلة للتجديد بعد أسبوعين من تجميدها. بالأخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.